بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل الطيبين الطاهرين. شهداؤنا رمز عزتنا وكرامتنا، وعنوان من عناوين التضحية والإباء، وكل التحية لهم ولآبائهم ولأمهاتهم وعوائلهم. نستلهم وقفتنا بوقفة إجلال لهم مع إهداء لسورة الفاتحة لأرواحهم الطاهرة. بدم الشهادة الثائر من أجل الحرية وطلب العدالة والكرامة، تدشنت ثورة وحراك الشعب البحريني طيلة مسيرته المعطاء المتوجة بالتضحيات والبذل الذي لا يتوقف من شبابه وقياداته. والشهادة كما هي عز وشرف ومفخرة لمن يستشهد ومن يرتبط به، إلا إنها من زاوية أخرى تعني انتهاك لحق الحياة وقتلا يجب أن يحاسب من ينتهكه وينال جزاءه، ويجد المظلوم ولي الدم من ينصفه ويحقق له ذلك الاستحقاق. ولكن إذا كان الدم يراد له أن يضيع بتضييع المسؤولية في تنفيذ الجريمة، جريمة القتل، وأصحاب ولي الدم هم وأصحب ولي الدم هو محاسب بدل أن يكون المحاسب، فإننا هنا أمام فظاعة أخلاقية تحتاج إلى موقف وتصحيح. وقفتنا الليلة مع آباء الشهداء الذين يقبعون ويحاسبون خلف القضبان لأنهم لم يصمتوا ولم يقبلوا بفظاعة الجريمة، وردوا وطالبوا بإحقاق الحق واستمروا في مسيرة التضحية من أجل هذا الشعب. أما الآن مع كلمة للأخت الشهيد محمد المشيمع، تتفضل مشكورا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإخوة والأخوات، تحية لكم وأنتم هنا تعلنون رفض الظلم والقهر وتسجلون موقفاً ضد الجريمة. وأي جريمة أقسى أن تقتل الأرواح وتكمم بعدها الأفواه؟ وأي حرية مدعاة وهناك حرمات تنتهك ونفوس تزهق وهناك حرمات تنتهك ونفوس تزهق وقلوب ثاكلة محرومة من طرح المظلومية واستعادة بعض الحقوق؟ نحن هنا اليوم نجتمع لنقول أن الشهادة كرامة، وإثم من يعتلي على والد شهيد أو أم شهيد أو أخت شهيد إنه لمجرد أنهم رفعوا كلمة الحق مشفوعة بالقهر واستنكار الظلم، عار على العالم أن يشهد تكميماً بهذه الفظاعة والبشاعة. نقول لكم ولكل من يسمعنا، أنصفوا الحق منكم ومن أنفسكم، ونقول لذوي الشهداء، نحن هنا معكم، نسمعكم ونقف معكم، وسنكون هنا وبينكم حين تثأر العدالة ويعود الحق إلى مجراه. والسلام عليكم ورحمة الله. آباء الشهداء يجري استدعاؤهم وتحويلهم للنيابة واعتقالهم، فماذا عن المتهمين ومن أدينوا بقتل أبنائهم وذويهم
أين ذهب حقوق أكثر من 130 شهيد؟ وهل جرت محاسبة حقيقية للمتسببين في قتلهم؟ أسئلة تجيب عليها منشينيات وعناوين المحاكمات والتبرئات المتتالية، وإن كان من يبرؤون وتخفف أحكامهم أبرياء، فمن هو المجرم المرتكب لفظاعة الجريمة؟ في الحقيقة نحن بحاجة للعدالة التي تنصف المقتول وذويه. أما الآن مع كلمة لوالد الشهيد علي المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا أيها الأخوة والأخوات، ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. صدق الله العلي العظيم. في البداية نشكر جمعية الوفاق على هذه اللفتة في وقفتها مع آباء الشهداء الذين احتبسهم النظام في زنازينه مدعيا بالحرية للوطن. ورغم أنني في هذه الجمعية المحترمة ومع شكري لها، إلا أنني أطالب بصفتي والد شهيد وأحد المغدورين في ابنه وفي أبناء مجتمعه، أطالب كل الجمعيات السياسية المجتمعة سواء منها من له علاقة ما مع هذا النظام أو من تخلى كلياً عنه. الشهداء هم قاسم مشترك معكم. الاختلاف لا السياسي حاصل في كل الأروقة السياسية مع كل السياسيين، ولكن الشهداء هم قاسم مشترك يجب الالتفات إليهم على خط مستقيم، بمعنى أنه لا تتخلى جمعية معينة بمجرد أن تصدى جمعية أخرى لأمر الشهداء. فعلى الجمعيات جميعاً أن يطالبوا بحقوق الشهداء من منطلق الواجب الوطني وقبله الواجب الإنساني والإسلامي. جمعياتنا عليها جميعاً أن لا تفرق أن هنا في الوفاق أو هناك في حق أو هناك في جمعية أخرى. جميعاً عليهم أن يجتهدوا بالمطالبة بدماء الشهداء، وإذا كان الحق الأخير والأعلى لذوي الشهداء وأهل الدم، إلا أنهم بعد 14 فبراير أصبحوا ملزمين، حيث ما قبل 14 فبراير كان هناك التزامات للجمعيات مع هذه السلطة. بعد 14 قامت السلطة بقتل أبنائنا، وهي اليوم بمثابة الخصم. هم الخصم الأول، السلطة هي الخصم، والجمعيات اليوم مطالبة بالوقوف ضد هذا الخصم الذي قتل هذا الشعب. من يتنازل من الجمعيات، ولا أعني جمعية وهذه فريضة فرضية، من يتنازل من الجمعيات فهو يتنازل عن مبادئه الإنسانية والقانونية، لأن القانون حتى في هذه السلطة القانون لا يحمي السلطة، القاتل فيها لا يحميه، حتى أعلى رتبة في هذه البلد لا يحميها إذا تجرأت وقتلت أو أمرت بقتل. فعلى كل الجمعيات من المبدأ الإنساني والسياسي أن يطالبوا السلطة بالنزول للحكم، لا أن يحكموا على ذوي الشهداء،
عليهم النزول أن ينزول للحكم للمحكمة للقضاة مهما بلغت رتبة هذا المسؤول. هناك نقطة أحب أبينها، أنه بعد سقوط شهدائنا في بعد 14 لا يحق لأحد لا ولي أمر أن يتنازل عن الدم، لأنها تنازل عن حقوق شعب، لأن هذه ليس قضية شخصية. لم يكن أحد رجال الشرطة بطلقة عابرة قتل ابني أو ابن أخي هذا المواطن. هناك قرار سياسي، وقد أثبته وزير الخارجية أنه قال نحن تفادينا الضرب في النهار فضربناهم في الليل، هناك قصد زين مع الترصد زين بقتل المواطنين فهم مسؤولون عنه. لذا لا يحق لي أنا كوالد شهيد أن أتنازل عن حق ابني، وكذلك لا يحق للجهات السياسية وحتى الجهات الفتوى حتى الجهات الشرعية لا يحق لها التصدي للتنازل. نعم من واجبها الإنساني والديني عليها أن تطالب بحقوق الشهداء، وليس لها الحق للتنازل. لماذا؟ لأنه لا تجدون قوما يوادون من حاد الله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم. ونهاية الآية، لا أريد أذكر الآية لأني لا أحفظها، ولكن الآية صريحة، فمجاراة العدو وهو القاتل لنا لا نستطيع أن نجاريه، حيث نحن مسلمون مؤمنون في هذا البلد مواطنون زين شرفاء. من هذا المنطلق أقول لا يحق لنا حتى في هذه النقطة أن التنازل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أسرانا وأسرى جميع المواطنين والمؤمنين والمؤمنات. وفي الختام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لم يكن دم الشهداء ومقتلهم الفظيع باعثاً للانكسار والخنوع، بل على العكس كان مصدراً للعز والصمود، فقد برز آباء الشهداء وعوائلهم على خطى الشهداء مواصلين الدرب بكل شموخ وعنفوان، وكانوا ولا يزالون وقوداً من وقود الثورة، وهم من نماذج الصمود والإباء والتضحية والفداء لله وللحق وللحرية وللوطن. أما الآن مع كلمة لعائلة الشهيد محمود أبو تاكي. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسامحة اعذروني لأن ما جهزنا كلمة وما كنا داري من الموضوع، بس حبيت إذا هذا أركز على نقطة كان الوالد دائما يركز عليها. يعني بالنسبة كان هو دائما يتمنى، يعني على رغم الاختلافات ورغم الخلافات السياسية، إلا أن تكون قلوبنا صافية. كان همه الوحيد هو الوحدة بين الشعب. يعني الآراء والوجهات النظر السياسية هذه حق شخصي لكل شخص، من حق أي شخص يختار توجهه السياسي، لكن مو بما يعني ما كنا نتمنى أن توصل إلى كطريقة اصطياد في الماء العكر أو تسقيط أشخاص من أجل تسقيطهم. اختلافات يعني نتمنى أنها تكون ما تأثر على شخصيات، وأهم شيء أن تكون الوحدة. وإذا كانت عند الوالد وصية في أن الشعب أنه يكون يتوحد وتظل الاختلافاتهم السياسية كما هي، لكن قلوبهم تكون صافية ونظيفة. ونشكركم على هذه الوقفة وما قصرتم، رحم الله والديك. إنهم يريدون من تيجان رؤوسنا آباء الشهداء أن يغيب صوتهم عن الواجهة، أملاً منهم بتغييب صورة الجريمة البشعة التي ارتكبوها بحق أبنائهم الشهداء، ولكنهم يأبون
إلا أن يبقوا الذاكرة الحية التي تذكر العالم وتؤكد للشارع إن لدماء الشهداء الأبرار امتداداً ونبضاً في آبائهم قبل أبنائهم. أما الآن مع كلمة لوالد الشهيد ياسين العصفور، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على شهداؤنا الأبرار، السلام على الرموز المغيبين في السجون، السلام على الأحرار الشرفاء في هذا الوطن، السلام على الحرائر المجاهدات الصابرة. أشكر جمعية الوفاق على تنظيم هذه الوقفة التضامنية مع آباء الشهداء المعتقلين. سأتحدث قليلاً عن الشخصية أو الشخصيتين، هما والد الشهيد محمود بوتاكي ووالد الشهيد علي الشيخ. تعرفت على والد الشهيد محمود بوتاكي أثناء عزاء ابني الشهيد ياسين، وانفرد بي في الماتم وحدثني ببعض الأمور، وكأنما كان حينها مدرسا لي، استفدت منه كثيرا. كانت كلماته هي تضميد لجرحي، وكانت كلماته هي تعبير عن واقع الحال. كانت كلماته هي تضميد لجرحي وتعبير عن واقع الحال. والد الشهيد محمود بوتاكي عندما تحدث معي كان يعلمني وكأني للتو، وفعلا كنت للتو سأدخل في هذا الحراك، وكانت توجيهات قيمة في الحقيقة. كان يعلمني كيف أتغلب أولاً على مشاعري، كان يعلمني كيف أقاوم من يكون هناك مصطاداً لي في هذا الحراك، وبالذات ما يتعلق بالشهيد ابني. وكأن كلماته لم تغب، ها هي حاضرة أمامي. نعم أتذكر عندما استشهد ابني جاءتني اتصالات من الجهة التي أعمل بها كلها لتثنيني عن قول الحقيقة، ولكني والحمد لله كنت أستذكر كلمات والد الشهيد، ومهما قالوا لك ومهما فعلوا، يعني بما معناه أن أتجاهل كل الأمور حتى أدركوا الحقيقة بأنه لا فائدة من الحديث معي. ومن بعدها أفهم جريدة أخبار الخليج أن يتصل بي أحد الصحفيين في منتصف الليل، وكنت أنا للحقيقة مرهق، وكأنما هو مكلف بأن يأخذ مني تصريح. فقال لي: لديك تصريح؟ فقلت له: أبدا، لا يوجد لدي أي تصريح ولا لي علاقة بالجريدة. فتبين أنه حتى الشخص هذا غير مدرك للأمر ولا يعرف الموضوع. فسردت له الموضوع كامل، وطلع رجل شريف في الحقيقة وقال: أنا أضم صوتي لصوتك، وهذه جريمة. والد الشهيد محمود بوتاكي كان يتأثر عندما يتم اعتقال أي أب شهيد، وتذكر عندما تم استدعاؤه لقسم التحقيقات خرج وكأنه يبحث عنا واحدا واحد ليعلمنا بالضبط ماذا حدث له في القسم، وما هي الأسئلة التي تم توجيهها له. وكان يخاف أكثر على والد الشهيد علي الشيخ، وكان كل هذه التوقعات التي توقعها هي توقعات صحيحة.
حتى عندما تم اعتقال الرمز الأستاذ خليل المرزوق اتصل بي وقال شفت هذا اللي أنا خفت منه، ولكن هو كان يعني يتحدث عن الأستاذ خليل المرزوق بأن الأستاذ خليل المرزوق ما ينخاف عليه، فكان متابع. تطور والد الشهيد محمود بوتاكي في هذا الحراك، وأعني تطور يعني هو تقدم كثيراً، سبقنا ربما بخطوات كثيرة ومنها جرأته في التحدث. والد الشهيد محمود بوتاكي كان متحدثاً وكان لا يهاب ولا يخاف ولا يتردد في أن يقول كل الحقيقة، وشاهدناه كثيراً. شعب البحرين كله يعرف محمود بوتاكي، بل شعب الخليج أصبح يعرف والد الشهيد محمود بوتاكي من خلال مداخلاته، حتى جمعية وعد أطلقت وأطلقوا عليه مداخلة من كثر ما كان هو يتداخل في بعض الوقفات. نظم شخصيته بحيث يتابع كل الأحداث. نعم، نحن آباء الشهداء ربما توزعنا أو اتخذنا بعض الأدوار هنا وهناك، وهنا في الحراك، وهنا في تضامن، وهنا في فعاليات. والد الشهيد محمود بوتاكي ربما اختلف قليلاً وبدأ يبحث عن الخطوط السياسية العريضة، ولكن يؤكد بأننا كرابطة ليس لنا علاقة، ولكن هو بدأ يبحث عن هذا الدور وبدأ يحضر كل المجالس السياسية وكل الفعاليات التي تقام سواء في الوفاق، سواء في جمعية وعد أو في جمعية أمل وكل الجمعيات. عموماً والد الشهيد محمود بوتاكي هو كان يبحث عن حقيقة أو الاحتفاظ بهيكل معين لعوائل الشهداء. أسس الرابطة. نعم، من أعترف أنا بأنه هو من أسس الرابطة، أنا كنت معه ولكن هو من دعا لهذه الرابطة مع آباء الشهداء، وجلسنا وتحدثنا. لم يكن حديثنا فيه تطرف أبدا، بل كنا نلامس الواقع، واقعنا نحن كعوائل للشهداء. هذا هو والد الشهيد محمود بوتاكي. والد الشهيد علي الشيخ، هذا الكاركتر العجيب، هذا الإنسان الذي يحمل قلبا أبيض، هذا الإنسان الذي يتحدث بكل عفوية، هذا الإنسان الذي يوجد داخله إنسان متعاطي مع الحدث ومع الأشخاص. والد الشهيد علي الشيخ صار حب الناس له عندما يتحدث بعفويته. والد الشهيد علي الشيخ صار حب الناس له وهو عندما يتأقلم مع الجميع. هناك أشخاص نحن نلتقي بهم، ولكن كيف ليس كالتقاء والد الشهيد علي الشيخ بهم. كان محبوباً، كان مريحاً، كان يتحدث بأحاديث ودية يكسب من خلالها الآخرين. كنا نجلس معه ولا نمل. والد الشهيد علي الشيخ كان يزعل إذا ما نعطيه كلمة، يتحدث بقلب محروق، ولكن لم تجره هذه الحرقة بأن يتهجم أو بأن يخرج عن المألوف، وعندما يخرج عن المألوف لا يلام. هناك معطيات تجعله يخرج وتجعله ربما يتهجم، ولكن هذه المعطيات هي من يسبب له. هذا النظام جعل كل منا يتحدث بقلب محروق لما أحدثه ولظلمه ولتجاوزه كل الخطوط الإنسانية الحمراء. وهذا الرجل رغم مرحه ورغم إنسانيته البسيطة، ولكنه نجده عندما يتحدث يتحدث بعفوية، ولكن داخله هناك قلب محروق لما فعله النظام في فريدة كبيرة. انتقل للنقطة الثانية وهي عن الحراك فيما يتمثل في عوائل الشهداء. كلكم تعلمون ولا نخفي سرا بأننا نعم متواجدون، متواجدون في الساحات ومتواجدون في هذا الحراك، ونخرج بكل سلمية ولا نخشى عندما نقول نحن متواجدون. نعم متواجدون وسنستمر. نحن لدينا هدف واحد،
لنترك كما قال والد الشهيد علي المؤمن، لنترك لمن لهم أو لمن هم أكفى ليمارسوا دورهم السياسي في حل أو في حوار أو في اتفاق. نعم، نحن لا نتدخل في هذا الجانب بقدر ما نطالب بحقنا المشروع في القصاص ممن تسبب في هذا الجرح العميق. القضية ليست قضية فقدان ابن أو أن نضحي بفلذة كبدنا، ولكن القضية أبعد. أنت ماذا فعلت في هذه العوائل وفي هذه الأسر؟ أصبحت الأم تشكو اليتم، والولد يشكو اليتم، والأب يشكو اليتم، والمقتول هو الابن. في هذه الحالة يصبح الابن هو الأب ويشعرنا باليتم ونحن في منازلنا. هذا هو النظام الذي ارتكب هذه الجرائم البشعة. كل حراكنا، كل هذه التحركات وحراكنا كان سلميا رغم الجرح الذي نعاني منه. كنا نخرج بكل سلمية وكنا نشارك في كل الفعاليات ولم ننحاز لجهة عن أخرى. تواجدنا في الساحات حتى ونحن هنا، آباء الشهداء جاءوا متأخرين لمشاركتهم في فعالية، وربما يكون آخرون هم مشاركون الآن في فعاليات أخرى. ليس الهدف هو أن نخرج نحن عن المألوف، ولكن نحن نخرج وكلنا يصرخ بألم بما خلفه لنا هذا النظام. الخروج في كل المسيرات والمشاركة في كل الفعاليات، لم تخلو فعالية إلا وشارك فيها آباء الشهداء، ولكن يبقى العتب، ويا له من عتب عندما نتضامن لوقفة في وقفة تضامنية وننشد الجميع بالحضور، وقد تخلى عنا الجميع، وللأسف أقولها بأن تخلى عنا الجميع. وقفة تضامنية لآباء شهداء معتقلين، وليست المرة الأولى. اعتقل والد الشهيد يوسف موالي، اعتقل والد الشهيد علي مشيمع، استدعينا جميعا للتحقيق. وعندما نأتي لوقفة تضامنية أين هم؟ وقفة تضامنية في عاصمة الثورة كما نسميها، ولكن الحضور لم يتجاوز 50. هنا هذه الوقفة وهذا العدد يخلف الغبن والأسى في قلوب آباء الشهداء في الوقت الذي ينال من كرامتهم هذا النظام. نحن نشد أزرنا فيكم ونتطلع لوقفتكم معنا. نعم، أنا أشكر جمعية الوفاق، بل أشكر كل الجمعيات، ولكن أتطلع لدور أكبر، وأتطلع لمساندة أكبر، وأتطلع بأن يكون قادة هذه الجمعيات في مقدمة مسيرة تحمل هذا العنوان، وهو مظلومية آباء الشهداء وعوائل الشهداء والتعاطف معهم حتى يقف هذا النظام عند حده. أنت يجب أن تقدم من قتلوا أبناءهم للمحاكمة، ولا أن تقدم الآباء. وهذا هو ضغط، كما حدثني سماحة الشيخ علي سلمان، قال هذا ضغط لعوائل الشهداء ليثنوكم أو تنكفئون عن في تراجع. ونحن نؤكد لن نتراجع أبدا، سنستمر، وسيكون عنواننا هو السلمية، ولن نتراجع حتى يتحقق هذا المطلب مهما بلغ الأمر ومهما زج بنا في سجون. نعم، سنمضي قدما. الفقرة الأخيرة سأتحدث فيها عن الرابطة، عن دور الرابطة وعلاقتها باعتقال والد الشهيدين. شكلت الرابطة في بدايتها وكانت محدودة العدد. هذه الرابطة عندما
شكلت كانت من أشخاص قليلين جداً، وبدأنا نتحرك. طبعاً أنا أقصد من خلال هذا الكلام أني أوصل رسالة إلى النظام، لماذا تعتقل آباء الشهداء لدورهم في الرابطة؟ ما فيها الرابطة؟ ما هو دور الرابطة؟ ما هو العمل الذي تقدمه الرابطة؟ ما هو تحرك الرابطة؟ أنا سأبين الآن. الرابطة حتى من كان معنا في هذه الرابطة هو عم الشهيد قاسم بداح، دوره كان دور بطولي، دوره كان دور هو تنسيق وترتيب للعوائل فقط، ولم يكن له دور بعصا سحرية ليشق الطريق السياسي أبداً. هو كان يحمل هذا الدور، دور لم شمل هذه الأسر، وكان لا يهدأ له بال ولا يقر إلا بعد أن جمع أكبر عدد من هذه العوائل، واجتمعنا في اجتماع عام وحضره كل آباء الشهداء وعوائل الشهداء. ماذا فعلنا؟ هل خرجنا بمسيرة؟ أبداً. شكلنا لجان، وهذه اللجان هي لجان ربما أصغر جمعية تشكل هذه اللجان، حتى أمانة عامة لا يوجد لدينا أمانة عامة، يوجد لدينا لجنة تنسيق، لجنة فعاليات، لجنة إعلامية، لجنة مالية، لجنة علاقات عامة، ولم يصدر من هذه الجمعية أي بيان يدعو للخطورة. ربما البيان الوحيد هو استنكارنا لما تعرض له معرض الشهداء، ربما يحاسبون على هذا البيان. الكلمات التي لفقها هذا النظام، أو التهم التي لفقها هذا النظام لوالدي الشهيدين بكلماتهم التي تحدثوا فيها ليلة عاشوراء، الكلمات تم عرضها قبل التحدث. عرضت كلمة والد الشهيد محمود بوتاكي، وأنا قرأتها وقاسم بداح قرأها، قرأ هذه الكلمة، ولم نلاحظ فيها أي تجاسر، رغم ما يتحدث به والد الشهيد محمود بوتاكي، وأنتم تعرفونه عندما يتحدث وهجومه، ولكن في هذه الكلمة بالذات لم نلاحظ فيها شيء. وكلمة والد الشهيد علي الشيخ أيضا، حتى عندما نزل أنا قلت له كلمات جدا جدا بسيطة وما فيها أي شيء. فعلى ماذا يعتقلون؟ ولماذا هذا الاستدعاء لآباء الشهداء؟ بالأمس والد الشهيد حسام، اليوم والد الشهيد سيد هاشم، ووالد الشهيد علي مشيمع، وقبل أسبوع أنا وغيري من آباء الشهداء نستدعى لمركز للتحقيق معنا في مشاركة في عزاء. إذن الرابطة ماذا فعلت؟ الرابطة لم تخرج عن المألوف، بل الرابطة تعيش واقع مرير، ربما من خلال هذا الواقع نحن انطلقنا. تجاوز العدد 147 شهيد، وهل تعتقدون بأن هذا العدد الكبير لا يحتاج إلى تنظيم من في هذه العوائل وفي هذه الأسر؟ شيء طبيعي جدا. ولكن هذا النظام بدأ يتجرأ ليس على آباء الشهداء فقط، بل كلما وجد هناك خنوع سيتجرأ أكثر. بالأمس تم الاعتداء على امرأة كبيرة في السن، وغدا لا نعلم ماذا يفعل، ولكن في آخر المطاف نحن ملتزمون بما تعاهدنا عليه كآباء شهداء وكعوائل شهداء، وسنمضي ولن نتراجع ولن ننكفئ ولن نعود كما كنا سابقا، بل الاعتقال يزيدنا أصرار. ونحن آباء الشهداء جربوا هذا الشيء، خرج والد الشهيد علي الشيخ، فهل تراجع؟ كل من استدعي هل تراجع؟ لن نتراجع،
نحن نطالب بحق مشروع ويكفله لنا القانون. ونعود ونكرر ولا زلنا نقول نحن نعتبر هذه الجمعيات جميعاً هي الحضن الدافئ لنا كعوائل شهداء، بل نلزمهم بأن يهتموا بهذا الجانب ونوجه رسالة لهم حتى لا نصبح نحن ككبش فداء ويسخر منا الآخرون لتخلي الجميع عنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن كل معتقل وأن يفرج عن رموزنا، ورحم الله شهداءنا الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الوالد الشهيد ياسين العصفور. أما الآن مع بيت القصيد مع الشاعر خليل آل إسماعيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية وقبلة إلى كل أب لشهيد إن كان في السجن أو معنا هنا، وتحية لكم أيها الشعب الكريم. كسرت من ذل الزمان قيودي، كسرت من ذل الزمان قيودي، وصرخت حرا فاستبان وجودي. ذبحوا الأمان بداخلي فتعجبت عين الطغاة بقوتي وصمودي. فأنا الذي أسمو إذا ذقت الأذى، وأنا الذي يبقي الممات خلودي، وأنا الذي ألقى الشتيمة منكرا وأرد مبتهلا لهم بورودي. وأنا الرجال فوارسي وأشاوسي، وحرائري صبر يزيد وقودي. وأنا كموسى في السجون مكبلا، لو طال سجني طال فيه سجودي. وأنا كموسى في السجون مكبلا، لو طال سجني طال فيه سجودي. وأنا المسالم والجريمة هذه، فأنا بسلمي قد عدوت حدودي. لا زلت في قفص الجريمة موضعا، وبراءة انتهكت ومات شهودي. فالعين تبكي والدموع غزيرة، حفرت سبيل النصر فوق خدودي. يا ظالمي يا ظالمي، لما بالرصاص رميتني؟ ولما تعارض ما تبوح ردودي؟ فالأرض أرضي إن أردت صراحتي، والملك ملكي والجنود جنودي. وورثتها عن والدي لسلالتي، وورثتها عن والدي لسلالتي، بل أصلها متوارث بجدودي. ماذا دهاك لكي ترمل نسوة؟ ماذا دهاك لكي تميت أسودي؟ ماذا دهاك لكي تيتم طفلة؟ ماذا دهاك لكي تزيل وجودي؟ لن أنثني والحق يبقى للمدى، وأنا سأبقى دائما بعهودي. لا الموت يرعبني فموتي غاية، فشهادتي وعد بعرق وعودي. سأرد للميدان أحمل غايتي، فأنا مضيت إلى الرجوع عقودي. فأنا كسرت قيود ذلي ثائرا، وصرخت حرا فاستبان وجودي. يا شعب، لا تخلي ليل الذل في قلبك يستمر. حارب بنورك
لأنك أنت أنوار الفجر. يا شعب لا تنسى جرحك لا ولا تنسى العوار، استرجع آلامك لجل تغضب على كل اللي صار. الغضب منطقي جدا وهو لك أفضل قرار، واصل بثارك ولك يتقرب بنور النصر. اذكر ب2011 جميع اللي جرى، اذكر السماك خاين وهو خاين أشكره، اذكر الذل والمهانة والذبح والمجزرة، اذكر المظلوم والمفصول ويا المنأسر، واذكر اللي تشمت بجرحك لجل تلهب غضب. اذكر السواك إيراني ونكرك من العرب، اذكر المس الشرف، اذكر قليلين الأدب، اذكر التعذيب والذلة وفؤادك من قهر، واذكر التكسير والتخريب والسلب الحقير، اذكر الجيش اللي دمر مسجدك وانت كسير، اذكر النواب هالخانوا، تذكر كل وزير طالب بتهجيرك وبين إلك معنى الغدر. تقدر تعيد المشاهد والقصص ويا الكدر، راجع الماضي الذي خلاك بالذل والقهر، اغضب وخلك جمر لاهب مثل نار السقر، ترى ساعات الفرج ما ينفع وياه الصبر. لا يهجمون على اختك وانت ساكت بالدمع، لا يسجنون الحراير والتقدرة تنفجع، لا يمسون الشرف، لا يا شعبي استمع، السعي واجب ومن بعده لنصرك انتظر. استرجع ايام الشمل في ماضي ضاوي بالاباء، استذكر الدوار لما انت اكدت الولاء، وراجع الضربة الأليمة بخميس افدى الدماء. عيدي لك كم مشهدي خلي فؤادك من فطر، في مقاطع تقدر تشاهدها في ليل ونهار. ادخل اليوتيوب قناة الكوت وياها المنار، وعندك العالم بعد ما قصروا ويا المسار. عيدي لك كم لقطة لجل النبضة منك تستعر، استذكر السب والشتم يا شعبي بوقات المحن، وبالسلامة الوطنية استذكر آهات الوطن. كنت إذا تتنفس بحرية لازم تنسجن، دقق اشقد على المهانة وعلى المذلة تنجبر. استذكر أعلام الوطن وتذكر الكذب الأصيل والمذيعين اللي خلوك انت مثلات الدخيل، استذكر السماك خاين طائفي وأكبر عميل. يا شعب لا تنسى وضعك وانت، يا شعب لا تنسى وضعك فترة وانت منكسر. استذكر المفصول منك واللي ما عنده شغل، والأخ المنب جميله وهو نكار الفضل، ولا بعد تنسى اليخون العشرة، لا تنسى النذل اللي ظل بالله ويرقص على كل دم ينهدر. استذكر التغيير الصار وجرب بعض النفوس اللي كنت انت أخوهم تالي سموك المجوس، انقلب قلب التبسم واستوى قبالك عبوس، هذا لا ينساه قلبك وانت منه تعتصر. استذكر التفتيش في الشارع من أزلام النظام، واللي هانوك بحقارة والشتم ببشع كلام. استذكر الحرمة الذي انسطرت من أولاد حرام. يا شعب أرجوك لا تخلي المآسي تندثر، يلا استرجع حماسك واثأر وقلبك حديد. لا يهمك مرتزق لا ضابط ولا أي عميد، اغضب وخلك قوي فدوة وهدية للشهيد. لا تبرد ثورتك هذه وهي كانت جمر، لعلي مشيمع مفجر ثورة اللولو تثور، ولأبو حميد البطل شيل المذلة من الجذور، والملايك كلها
لك تدعي دعاء أهل الثغور، لا تظل ساكت يا شعبي ولا الفرج بس تصطبر، انت في الثورة حسيني والمنامة كربلة، والحسين الما سكت عن أي مذلة ومعضلة، كن حسين بوقفتك ما تزلزلك أي زلزلة، واللي دربه كربلائي أحلف النبي ينتصر. يا شعب قاوم، ترى انت في وضع الاحتلال، اسعى واغضب وانتقم لا تنتظر كلمة تعال، يا شعب لا تخلي ليل الذل يواصل بالقتال، حارب بنورك لأنك انت أنوار الفجر. ونهايتي هي أبو ذيات إلى كل من يمس عرض أخت في هذا الوطن أو خارج هذا الوطن، فهذا عرضنا وشرفنا وسندافع عنه مهما فعل هذا النظام، ينتفض طولي ويصول الصول عرضي وأعرض الغيرة إليك، بس شوف عرضي لو تمس يا ابن الزنا في يوم، عرضي ما يهمني لا بعد طولك وعرضك، ولا يهمني بالضرب لو تبدي عرضك، اللي يصير بعرضي يوصل يوم، عرضك هذا لو تملك شرف لو حتى غيره، وانا عرضي غالي لا ما عندي غيره، وانا لو تظل انك رجل هالفكر غيره، انت شاذ واختي ارجل والله منك، لا تمن بمنك علي لعن على منك، الجرى وصار وحدث يا طاغ منك، وين تهرب تالي من رب البرية، وين تهرب تالي من رب البرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الفقرة قبل الأخيرة لوالدة الشهيد علي مشامع، تتفضل مشكورة بالصلاة على محمد وآل محمد. والدة الشهيد علي الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين. السلام على القلوب المؤمنة الصابرة، السلام على الأرواح المضحية، السلام على أبطال الثورة وشموعها، السلام على كل روح نبيلة، السلام على كل روح معطاءة متفانية قد بذلت كل ما تملك فداء لنصرة الدين والوطن. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم وقفة عز وإباء، وقفة استذكار ووفاء لرجال فقدوا فلذات أكبادهم، لرجال فقدوا زهرات من زهرات شباب وطنهم. أقف هذا اليوم أسترجع وأستذكر رجل فقد زهرة شبابه في صبيحة يوم العيد، قد قدم هذا القربان ليفجع به والديه وأسرته،
وهو شهيد العيد ووالد الشهيد علي الشيخ. فجع به هذا الشهيد في صبيحة العيد، فجع والدي، فجع أسرته ومحبيه وشعب البحرين بأكمله، ليصبح هذا الشهيد هبة العيد وأضحيته. من أجل رفعتي وعزة الوطن الغالي، فأي ذنب اقترفه والد الشهيد؟ فأي ذنب اقترفه والد الشهيد علي الشيخ ليزج به في غيابه السجون الظالمة على مسمع ومرأى من العالم بأسره؟ ألم يكتفي هذا النظام الغاشم المستبد بدفن العيد، بمقتل ابني علي، واقتطاف زهرة من زهرات شباب هذا الوطن لتلحقها بركب الشهداء الأبرار؟ بأي ذنب اقترفه والد الشهيد وهو يصرخ بحرية الوطن ووقف لمطالبة قتلت ابنه بالقصاص، ووقف مطالبا بالحق من قاتل دم ابنه الطاهر الذي روى أرض الوطن به؟ ولكن كل صوت حر شريف كصوت آباء الشهداء وأسر الشهداء ووالد الشهيد علي الشيخ ووالد الشهيد أبو تاكي وجميع آباء الشهداء الأشراف الأحرار، يحاول هذا النظام الغاشم المستبد بعن جهيته الظالمة واستبداده إخفات صوت الحق، إخفات أصواتهم. ولذلك تم استهداف هؤلاء الرجال الأشراف الذين فقدوا فلذات أكبادهم. وأنا والدة الشهيد وزوجة الشهيد هذا الرجل الصابر الشجاع الذي أشكر والد الشهيد أبو المؤمن والشهيد ووالد الشهيد أبو ياسين، ما قصروا ووفوا جزاهم الله ألف خير، ووفوا، والكلام اللي بقوله ما يجي قليل في حق اللي قالوا، وأشكرهم من صميم قلبي. هذا الرجل الصابر الشجاع الذي دائما يردد قوله وهو في ساحات الجهاد: اللهم تقبل منا هذا القربان. والد الشهيد علي الشيخ لم يتخاذل يوما عن الساحات، نراه في كل محفل، نراه في كل مكان يزأر لصوت الحق مطالبا بصوته الرنان القصاص من قتلت ابنه وقتلت الشهداء الأبرار. ولكن هذا النظام تم استهداف كل شخصية بارزة في سوح الميادين محاولة يائسة وبائسة للنيل من الحراك السلمي والقضاء على المطالب الحق العادلة، اعتقاداً منه إن هذا الاعتقال سوف يخفي صوتهم ويركعهم. ولكن هيهات لهذا النظام ذلك. ولكن لا يعلمون إن مواقفهم ثابتة لا تتغير مهما أودت بهم الظروف وزجت بهم في غيائه بالسجون الظالمة. هذا النظام الغاشم المستبد واهم بأن هذه الاعتقالات سوف يفت عدد الجماهير الوفية المعارضة المطالبة بالحقوق المشروعة، ولكنها على العكس تزيدنا إصراراً. نحن عوائل الشهداء وأسر الشهداء لم يزيدنا إلا إصراراً وقوة وعزيمة وشموخاً على مواصلة الدرب والنضال حتى آخر رمق من حياتنا، فدماء أولادنا أغلى ما نملك. ومن هذه الوقفة المشرفة المباركة نعاهد كل الأسرى وكل المعتقلين بأن نواصل درب المسيرة السلمية ونبقى أوفياء لتضحياتهم وصمودهم حتى يبزغ فجر الحرية وتتكسر القيود وتعود الحقوق المشروعة لهذا الشعب الوفي المناضل الأبي. ونسأل العلي القدير أن يكون
يمن علينا بالنصر المؤزر، وأن يساندنا الأشراف الأحرار، وأن يقف معنا جميع الجمعيات وجميع المنظمات، ولا يغمضوا عيناً لفلذات أكبادنا وللأسر المحتاجين لهن جميعاً. نحن جميعاً أسر الشهداء، وأنا نيابةً عنهم، نحتاج وقفات متزايدة متسارعة من الشعب الوفي الحر، ونحتاج مثل ما قال أخي الغالي والد الشهيد أبو ياسين، وقفة تضامنية كبيرة من جميع أبناء الشعب، أو مسيرة تهز أركان الوطن كأمثال مسيرة الرموز وغيرها، لأن آباء الشهداء هم الرموز الأوائل في هذا الوطن، هم الذين قدموا الأقصى ما يبذلون من فلذات أكبادهم، فهم الرمز الأول في الوطن، فهم المجد، فهم العزة، فهم الرفعة، فهم تيجان الوطن. فأناشد من هذا المنبر الشريف ومن جمعية الوفاق الذي أكن لها كل الشكر والتقدير، أن تخرج بمسيرة حاشدة تهيب الشعب وتشجع الشعب، بمسيرة حاشدة لآباء الشهداء المعتقلين، وقفة حرة شريفة كما خرجت للرموز وللشيوخ الأفاضل وعلى رأس هؤلاء، ولكن آباء الشهداء أيضا يستحقون، لأنهم أصحاب المجد. رسالة من والدة الشهيد إلى جمعية الوفاق وإلى جمعية وإلى جميع الجمعيات وإلى جميع المنظمات وإلى جميع الائتلافات الموجودة والشباب الثوري، ألا يتخلون على آباء الشهداء. آباء الشهداء تقريبا لقلة قليلة يناضلون. الوقفة التضامنية التي حصلت لوالد الشهيد علي الشيخ لم تكن العدد الهائل. ألا يستحق منا هذا المناضل الصابر الذي فقد فلذة كبده في صبيحة عيد أن نقف له إجلالاً في يوم التضامن؟ لماذا نخذله؟ ما يقارب 50؟ ما أتى بالأكثر؟ ألا يستحق منا أبو تاكي؟ لسان الآباء الشهداء هذه الوقفة المشرفة. فمن هذا المنبر الشريف أكرر، أريد بحق دماء الشهداء الأبرار وقفة تضامنية ومسيرة حاشدة من جمعية الوفاق التي تعتبر أكبر جمعية في هذا الوطن تنظم لعوائل الشهداء المعتقلين. وختاماً نسأل العلي القدير أن يفرج عن معتقلينا جميعاً وعن رموزنا فرجاً عاجلاً، وأن يمن على جرحانا بالشفاء والعافية، ويحفظ شبابنا المجاهد، ويحشر شهدائنا الأبرار مع الأولياء والصالحين، ويمن على قلوبنا بالصبر والسلوان، ويمن على هذا الشعب الصابر المضحي بنصر قريب متوج براية الحق في أعالي سماء هذا الوطن. والشكر لكم أخوتي وأحبتي والدة الشهيد علي الشيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفقرة الأخيرة، كلمة للمعاون السياسي لأمين عام الوفاق الأستاذ خليل المرزوق بالفضل، مشكورا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إلى توج الرؤوس، من يتخيل أن هناك إنسان قدم أبناءه ليفدي نفسه؟ جيبوا لي واحد قال على أساس أن أفدي نفسي أقدم أبنائي، بل أنه قدم نفسه فداء لأبنائه.
فإذا الإنسان قدم فلذة كبده إلى هدف أسمى وضحى به قربة إلى الله تعالى، هل يتخيل إنسان أن هناك شيء غالي لدى هذا الإنسان يخاف عليه بعد أن قدم فلذة كبده؟ من يظن أن بعد أن قدم آباء الشهداء فلذات أكبادهم لي أن يستعيد هذا الشعب كرامته وحريته وأمنه وسلطاته، أنه سيبخل بشيء ويعتقد أن هناك شيء عنده أغلى من ذلك؟ فمثلا يقول أنا أخاف على نفسي أن أسجن، أنا قدمت ابني، فليس هناك شيء أغلى من ابني أن أقدمه لكي يكون السجن مقام التخويف لآباء الشهداء. ونحن نتكلم عن ما تفضلت به وتفضل به آباء وأمهات الشهداء، أم الشهيد علي الشيخ وأبو الشهيد ياسين وأبو الشهيد علي المؤمن، وهذا لسان حال كل الشهداء، أنا قدمت ابني، هل تتوقعون مني أن أخاف أن أقدم شيء آخر؟ لم يبقى إلا النفس، ومن قدم ابنه بما قدمته أنا من مقدمة وهو يفدي نفسه على أن يحمي ابنه، خلاص يعني هو تجاوز مرحلة الفداء وجعلها مرحلة فداء مفتوحة، وهذه المرحلة مرحلة الفداء المفتوحة ليس لعدوان، ليس لظلم، ليس لاغتصاب حق من الآخرين. يعني العنوان الأبرز والعنوان الزاهي والعنوان يعني الجذاب والمبدع والمنير أنه قدم ابنه، العنوان الآخر قدم ابنه إلى حق، إلى رضا الله سبحانه وتعالى، إلى أن يحق حقا، فليس لأنه يريد أن يطغى أو ينهب أو ما شابه أو يعتدي أو يجور على أحد، لا، كلها عناوين راقية، عناوين سماوية، عناوين إنسانية، عناوين قانونية. فلذلك إذا كان النظام كما تفضلت أم الشهيد علي أنه يريد أن يأخذ الرموز والمتحركين في الساحة، الحل الوحيد لأن تهدأ الساحة هو أن يكون إرجاع لحق هذا الشعب. نحن نتكلم من منطلق حقوق مشروعة وحراك له مشروعية، نحن لا نتكلم، لا نريد أن نأخذ أكثر من حقنا، كل ما نطالب به هو حقوق من البعد الإنساني، البعد السماوي قبل ذلك، البعد الإنساني، البعد القانوني، البعد حتى في الصياغات الدستورية موجودة، الشعب مصدر السلطات، كرامة، عدالة، مساواة، حقوق، كل هذه الأشياء نطالب بها، هي مشروعة 100% من كل الأبعاد، حراك سلمي ولم نعتدي، ونفتخر أن شهداءنا سقطوا وهم مظلومون، هذا ما يؤكد مشروعية الحراك، يعني شرعية ومشروعية، وأيضا نريد حق، ومستعدون، هذا الجانب السياسي، ومستعدون أن ننفتح ونتحاور، وغيرنا يقول لا حوار في خارج البحرين، أنا ما أتكلم عن الاختلاف السياسي في البحرين، نظام لا يعجبهم يقولون لا حوار مع هذا النظام، وكل البلادين أن في قوى سياسية في اختلاف سياسي، لا أريد أن أدخل في هذا الجدل، ولكن شعب بهذه الطيبة ويريد أن يحقق مصلحة البلد، معركة حقوق وليست معركة وجود، النظام يحاول أن يزيح هذا الشعب ويزيح جزء كبير من هذا الشعب ويحول إلى معركة وجود، ونحن نقول معركة حقوق، تعالوا نتفاهم بأي عنوان تريدون، عنوان شرعية إسلامية،
أن الدين الإسلامي يحق الحقوق، رسول الله صلى الله عليه وآله بيع بين وبين المسلمين في عنوان الحكم، عنوان الرسالة من الله سبحانه وتعالى، ويبايع الرجال ويبايع النساء. تعالوا إلى مفهوم إسلامي، مفهوم دولي مدني قانوني وضعي، تعالوا نتفاهم. كل هذه المنظومات تؤكد أن هذا الشعب يجب أن يكون هو صاحب القرار، مصدر السلطة. الشق الثاني في العنوان، عنوان بعد هذه التضحيات وهذا العنوان الإلهي النوراني الإنساني بالتقديم والتضحية، أن يتخلف إنسان أن يحتضن الشهداء وعوائل الشهداء، آباء وأمهات وأبناء أيتام، مو طبيعي، حقيقة مو طبيعي. نحن مقصرون، وكلما نقول وكلما نفعل نحن مقصرون. لذلك الكلمة أوجعتني، ولعلها أوجعت الكثير، ألم الفراق ألم، السجن ألم لهؤلاء الأحبة، ولكن أن يستنخي آباء الشهداء وأمهات الشهداء هذا الشعب ويقول أننا لم نرى فيكم الاحتضان، كبيرة. لذلك نرجو المعذرة بلسان الجمعيات وبلسان كثير من الشعب، نرجو المعذرة إن قصرنا. يجب أن لا نقصر في حق الشهداء وعوائل الشهداء، ونعم لتكون رسالة قوية، إذا لم نحتضن الشهداء وآباء الشهداء وأمهات الشهداء وأبناء الشهداء وعوائل الشهداء، أكيد سنتخلف عن الأسرى وعن الجرحى وعن المفصولين، لأن أرقى مراتب العمل وأرقى مراتب الجهاد هو الشهادة. رسالة مطلوبة أن تصل إلى كل ضمير حي في هذا الشعب، في مناضليه قبل غيرهم، على أساس أن لا نسمعها ونسمع الرسالة الأخرى، أننا نشكر هذا الشعب لمواقفه وأنه لم يقصر في حقنا. رسالة ثالثة قلتها وأكررها مرارا، هناك فصل يا أيها الغالي العزيز، وكلكم غالين وأعزاء، بين المسار السياسي وبين الحق الشرعي القانوني لمحاسبة من قتل شهداءنا أو انتهك حقوقنا. خطين مفصولان تماما لا يتداخل، لا مساومة على حل سياسي على دماء الشهداء أو حقوق أهالي الشهداء أولياء الدم بالمطالبة. نحن علينا أن نوجد النظام السياسي العادل الذي لا يكرر فيه مآسي حدثت، وعلينا أن نوجد العدالة والإنصاف، وما يسمى في كل مرحلة عملية سياسية هناك عدالة انتقالية. نحن لا نخلط الأمور، ولا يتسرب إليكم شك أن هناك مساومة في حق الشهداء وحق المفصولين وحق المعذبين وحق المسجونين، هذا موضوع آخر، هذا ملف يعالج في كل العالم، يعالج ما يسمى بالمصارحة والمصالحة العدالة الانتقالية، هذا ملف مختلف لا يدخل. أنا أريد أن أطمن مرة أخرى وأخرى، هذا لا يدخل في الحسابات السياسية والتسويات السياسية، وهذا فقط أصحاب الحق فيه هم أولياء الدم والمتضررون لا غيرهم، لا شرعا ولا قانونا يجوز لا لنا كسياسيين ولا كما تفضل الوالد أبو الشهيد المؤمن، لا سياسيين ولا علماء، أنت صاحب ولي الدم والمتضرر هو صاحب الحق في ذلك. لذلك تضامنا مع هذه الشخصيات أبو الشهيد علي الشيخ وأبو الشهيد محمود أبو تاكي الأعزاء، الذين يمارسون حقهم الطبيعي، وكل إنسان من حقه
أن وقعت عليه ظلامة أن يمارس حق الطبيعي في المطالبة برفع هذه الظلامة، وجزء من هذا الشعب وجزء من تضحيات هذا الشعب الذي قدموه على أساس أن يصلوا إلى النظام السياسي الذي يوفر العدالة والأمن والتنمية والمساواة وكل تفاصيل هذا النظام السياسي. أختم بهذا القول: كفى للبحرين معاناة، ومن يعتقد أن هذه المعاناة سترجع هذا الشعب، قلناها ونكررها، لن يرجع هذا الشعب. يعني بعد كل الحين تقريبا من دش في السنة الثالثة والنظام لم يفهم شعب البحرين أنه لن يتراجع، نقطة على السطر، لن نتراجع، لنا حقوق، نحن شعب وكل شعب له حقوق في نظام سياسي. اليوم يتحدثون عن 42 سنة من انضمام البحرين إلى الأمم المتحدة، عليك التزامات، عليك استحقاقات. الأمم المتحدة فيها مواثيق، ميثاق الأمم المتحدة فيها معاهدات، فيها إعلانات، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جزء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن سلطة الحكومة من الشعب، أن تشكيل الحكومة يأتي من الشعب عبر انتخابات حرة نزيهة، أن حق الشعب في إدارة شؤون العامة. إدارة شؤون العامة يعني الحكومة، التشريع، القضاء، الإدارة، الإعلام، كل الأمن، كل هذا يسمونه الشأن العام. فعندما تتصدى جمعية للشأن العام، يعني تتحدث في هيكلية النظام، وتتحدث في صلاحية النظام، وتتحدث في ممارسة هذه المؤسسات التي تنبثق من هيكلية النظام، وإذا اختلفنا مع من يمارس السلطات من خلال هذه المؤسسات، لا، احنا لا نهين أحد ولا نتجرأ على أحد ولا نحرض على أحد، هذا حقنا الطبيعي، وخصوصا الجمعيات السياسية والشخصيات السياسية. إذا لم أتحدث في الصلاحيات والممارسات وأنتقد هذه الممارسات، عن ماذا أتحدث؟ ما هو العمل السياسي إذن؟ وجزء من العمل السياسي الدفاع عن الحقوق، وعلى رأس هذه الحقوق الدفاع عن الشهداء والمضحين ورعاية الشهداء وعوائل الشهداء. هذا عمل متكامل، وهو عمل جزء واجب علينا، لا منا ولا تفضل، جزء من مسؤوليتنا إذا أقمنا مثل هذه الندوة أو ندوة غيرها أو مسيرة واعتصام. وكل ما بوسعنا أن نقوم به سنقوم به. ثقوا تماما أن هذه وظيفتنا ومسؤوليتنا. لذلك جزء بسيط من مقاربة، وليس يعني بعد أن نجاز نكافئ، مقاربة هذه التضحيات، أننا نعمل كل ما بوسعنا للشهداء ولعوائل الشهداء، على رأسهم الآباء والأمهات والأيتام والأطفال، خصوصا إذا كانوا أطفال صغار، هذا جزء من مسؤوليتنا وواجبنا. وإذا كنا مقصرون، عليكم أن ترشدونا إلى ذلك، فنحن يعني ما وجد هذا الكيان إلا للدفاع عن هذه الحقوق وللوصول إلى كامل رضا الله سبحانه وتعالى ورضا الناس الذين يجب أن نقدم لهم هذه الخدمات. أرد أكرر اعتذاري على التقصير بلسان الجمعية، على هذا التقصير للشهداء وآباء الشهداء، و بطبيعة الحال يعني يكون هذا من أحد أولوياتنا ما نقوم به، لأن الشهداء ضحوا وآباء الشهداء أيضا ضحوا بأكبر من تضحية الشهيد، لأنه قدم فلدة كبدة، ولذلك لابد أن يكرم ويحتضن، وليس هذه شعارات، ولكن هذا يجب أن يكون واقع عملي. نسأل الله لنا ولكم براءة الذمة ورضوانه سبحانه وتعالى، على أساس أن كل ما نقوم به هو لرضاه سبحانه وتعالى ولخير الناس وخير وطننا، وليس عدوانا على أحد.
ولكن ليعم هذا الخير على كل الجميع. لم يضحي أحد إلا لخير هذا البلد، فلذلك يجب أن يستمر هذا الخير ويعم هذا الخير إلى الجميع، والحمد لله رب العالمين. نصل إلى نهاية وقفتنا مع آباء الشهداء المعتقلين، نشكر جميع من شارك وحضر للتضامن مع الشهداء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.